من اخذت ام البيت وسولفنا على وزاره التجاره سودة علي كانوا يعانون من قضيه ما عندهم تخصيصات الماليه، ما عندهم التخصيصات، مشكله التخصيصات، والنوب معالي المدير ام تجاره المواد الغذائيه تقول لي بكل ثقه تنطونا نعطيكم، يعني تعطونا فلوس نعطيكم بطاقه، ما تعطونا ما نعطيكم، يا للسطوح تعطونا للروح، هاي ولايه بطيخ، دوله بطيخ، مدراء بطيخ، وزارات بطيخ. زين اكو عقد الان، هذا العقد الوزاره ماخذه قرض 150 مليار دينار للسلة الغذائية ولتأمين السلة الغذائية. أنا أدري بالسلة الغذائية أكو ليد الله مطي ونافخ بصورة أخذها القرض لتمشية السلة الغذائية، ليش وشنو السبب؟ زين هذا القرض الآن كلكم أنتم تشوفونه أمامكم، هذا القرض به مخالفات، هذا العقد يعني بين المصرف وبين وزارة التجارة الشركة العامة لتجارة المواد الموارد البشرية 150 مليار تخصيصات مالية. زين ليش هذا العقد ما بي جزاء للغرامات التأخيرية بحالة التلكؤ؟ زين العقد 150 مليار همام بالصفحة الثانية اللي موقع العقد ها لما هاشم حسن مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية. أنا أسأل هل يجوز لمدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية أن يوقع على عقد بقيمة 150 مليار لو هذا العقد لو هذا التوقيع من صلاحية الوزير حصرا، وإذا ما منح الوزير جزءا من صلاحياته إلى المدير العام هل يجوز؟ وبعدين ما هي الفحوى من العقد؟ ولما أنا حكيت ويا معالي المديرة رفضت أنه هنالك عقد، بس أنا أظل أدور وراكم يوم يوم. زين هسا المدير العام أخذ صلاحية الوزير عبد الحسين جمال، مدير المصرف هو بالوكالة وتمشية أعمال هسا همام عبد الحسن ولا عبد الحسين؟ هو احنا لزمنا عبد الحسين حتى عبد الحسين؟ خلوني أكمل. عبد الحسن مدري عبد الحسين هو وكيل، يجوز إلي مشي أمر وزاري صادر من وزارة المالية اللي هو 3326 في 212، وأمر التكليف صادر من وزارة المالية مو من رئاسة الوزراء. يا معالي وزارة المالية، وزير المالية، يا الأخوة في مكتب رئاسة الوزراء، هل يجوز لهذا الرجل أن يمشي بموجب هذا وبالتالي ما عنده صلاحيات مطلقة، صلاحيات مالية مطلقة بالتوقيع على عقود مثل هذا النوع؟ زين همام طلع لي النسخة الثانية خل أشوف حكومة بطيخ ولاية بطيخ شلون تشتغل، شنو علاقة الكفيل الضامن يوقع بالعقد؟ هذا اللي أعطيني النسخة الثانية اللي عندك أمام، هذا الكفيل الضامن وزارة المالية. زين هواية شنو علاقة الكفيل ما الضامن يظهر بالعقد وغرامات تأخيرية ما بيه؟ هواية أكو ملاحظات. زين ليش أكو بيه استثناءات هذا العقد؟ ليش؟ إيش معنى هذا الوليد غير شكل؟ أيضا قضية المدد لم تحدد مدد التسديد، أريد تفسير بهذا الأمر، ليش مشى هذا القرض؟ وين مبلغ القرض يا سيد لما يا سيد وزارة التجارة؟ وين أنفق هذا القرض؟ وشنو علاقة القرض بالسلة الغذائية؟ هواياكم ملاحظات. أنا أتمنى من أختنا لما ترد عليها.